مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو ساندرفيرس؟ ما هي ميزات ساندرفيرس؟ ما هو ساندرفيرس؟ يهدف الفريق في ساندرفيرس إلى أن يكون استوديو تطوير اللعبة الرسمي لمجتمع كريبتو ميم. ما هي ميزات ساندرفيرس؟ سنسعى لتحقيق هذه الرؤية من خلال إنشاء تجربة ممتعة واللعب لكسب الألعاب من جميع الشخصيات التي نعرفها ونحبها هنا في مجتمع كريبتو. ساندرفيرس هي شركة ألعاب لا مركزية والتي يفخر الفريق بعرضها على مجتمعنا المحبوب. نشجع على إجراء محادثات مفتوحة للحد من الاحتيال والتضليل. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.